صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 4 لسنه 2023 بتحديد الوزير المسؤول امام السلطه التشريعيه عن مؤسسه التنظيم العقاري وذلك بعد موافقه مجلس الوزراء جافي الماده الاولى يكون وزير شؤون البلديات والزراعه هو الوزير المسؤول امام السلطه التشريعيه بمجلسيها عن مؤسسه التنظيم العقاري المادة الثانية: يلغى القرار رقم 68 لسنة 2021 بتحديد الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن مؤسسة التنظيم العقاري